إن النعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. النعمة هذا حالها، إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. يعني ونمد فكر بالنعمة ما يفرغت ذوم تستقر، أذي حمد ربي سبحانه عز وجل باش تذوم باش تنرني. ما إلا وينك نمد فكر بالنعمة وري حمد ربي وري شكر وري صارف فرط، يعني النعمة ني أسرول. الشكر يديم النعم وكفرها يزيل النعم ويحل النقم، والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن نكون من الشاكرين.